موسم الرياض ما زال يقدم لنا مواهب مختلفة. هالمرة داليا في الوينتر وندرلاند عشان تقابل موهبة مختلفة. واحنا نتمشى في الوينتر وندرلاند سمعنا عزف جذبنا ولازم نجي نتعرف على الموهبة هذه عن قرب أكثر. طلال الزهراني عازف عود وعازف آلات أخرى يعني. ما شاء الله. وعندي استوديو يعني متفرغ نوعا ما ومتخصص في الموسيقى يعني. ما شاء الله يعني استوديو وآلات. إيه نعم عندي مكتب فيه استوديو ويعني متفرغ فيه يعني 4 ساعة. فكرتي كانت في البداية على العروض ون مان باند اللي هي فرقة بالشخص أو فرقة بالرجل. هذا الشيء موجود برا كثير. أيوة صحيح. في جهاز اشتريته يعني قبل كم سنة تقريبا إذا ما كنت الأول يمكن الثاني في السعودية اللي اشترى الجهاز هذا من برا. خصوصا اني اقدر اعزف اكثر من آلة في وقت واحد كفرقه كامله. ما شاء الله. فاسمه لوب ستيشن يعني عزفت بيانو وجيتار وهارموني الالات هذه والعود يعني. ايش اكثر آلة انت تحب تعزفها كذا قريبه لقلبك؟ هو بصراحه طبعا مو بآلة واحده، آلتين. أيوة. العود والبيانو. يا سلام. طيب هل انت يعني اتعلمتها بنفسك او انه بصراحه ايه يعني هذا الشيء جهد مضاعف منا احنا كموجودين هنا. صحيح. وكنا زمان حاطين بالنا انه شغلات نسويها برا مثلا. صحيح. هذا الشيء نفكر فيه. صحيح. انه نحترف ونكون نطلع مثلا برا، بس صراحه بعد توجه هيئه الترفيه طلعوا ناس موسيقيين كثير، حتى في ناس قريبين لي حتى يمكن ما كانوا يعرفون ايش المرحله انا واصلها يعني. طيب كيف تشوف موسم الرياض وايش اضاف لطلال كعازف؟ فأضافت لي الظهور صراحة أهم شيء يعني في الظهور وفي نفس الوقت الدعم، سواء دعم من نفس الهيئة ودعم من جميع الأطراف ومن الشركات ودعم من الناس. نشوف الناس كيف هذا أكبر دعم صراحة لنا عالي جدا الحين يعني صرنا نفكر حتى يعني صرنا نفكر بأن نتطور أكثر وأكثر فعلا. بعد الموهبة الجميلة اللي كانت مسك الختام لهذه الحلقة نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا، وحنلاقيكم أكيد الحلقة الجاية بمفاجآت أكثر. انتظرونا.